السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة معنا مسدس رش دهانات من شركة فيت. مسدس ده كان جاي لهدية في المسابقة الرمضانية اللي كانوا عاملينها، بحب أشكرهم طبعا على الهدية الجميلة ديت. هنستعرض مكونات الجهاز، هنشرحه بمعنى أصح يعني، لأن أنا كنت من الناس اللي بتهاجم شركة فيت بصراحة في المنتجات القديمة بتاعتهم، ما كانتش يعني بتخش دماغي أوي في الجودة بتاعتها. فده منتج جديد المفروض سيستم شير نازل، ومن اراء زمايل ليا يعني ان الجوده بتاعته كويسه، فانا يعني ما صدقت مسكت حته منه، قلت ايه اشوف المكونات واشوف الدنيا بتاعته. بدايه كده الجهاز جاي فيها الباكرتون، يعني هي لقطه مش حلوه ان المكونات كلها جايه مش متغلفه، فدي حاجه مش عجباني الصراحه يعني الجهاز هيسافر ويروح ويتشوم ويروح هنا وهنا، خش مخازن يعني اقل ما فيها كان يتغلف الحاجات دي بابلز هوا يعني ايه، حافظ عليها لحد ما توصل للمستهلك يعني. ريت ياخدوا بالهم بس من النقطه دي. معايا كتالوج طبعا لطريقه التشغيل وطريقه التقفيل بتاعته. في طبعا جدول ده فيه نسبه السيوله بتاع السوائل المستخدمه في الرش، طبعا ان الجهاز بيرش جميع السوائل البلاستيك والزيتي والدوكو، فكل حاجة طبعا لها نسبة لزوجة عشان ما تعملش معاك مشاكل في الرش. في الكوز المعياري ده، القمع ده بيتعبى من السائل بعد التخفيف وطبعا الوقت لما يفضى فيه. في حتة جميلة قوي الكتالوج التشريحي ده للمقاومات الداخلية، دي حاجة كويسة جدا يعني، دي تعرفك لو فكيت او عملت صيانة او حاجة تهت منك نقطة تعرف ترجع لها تاني في الكتالوج. وفي ابرة هنا دي للنظافة بتاع الفتحات بتاع الفونة. طبعا نظافة المسدس ده اهم من المسدس نفسه، ناخد بالنا من الحتة دي. طبعا الكيس اللي بتكلم فيها يعني كانت لو كل قطعة محطوطة في كيسة يعني مش هتغرم الشركة كتير يعني، بس هتحافظ على القطعة يعني لحد ما توصل للمستهلك زي ما بنقول. اكان مستهلك بقى يكسر ويخربش براحته بعد كده مش مشكلة. طبعا الجهاز البطارية بتركب 2 امبير طبعا، راكبة بشكل محكم، فيها سيستم لايت بتاع مؤشر الشحن جميل طبعا، لافتة كويسة بصراحة يعني. مبدئيا كده الخامة والفينش يعني داخل دماغي صراحة يعني، قبل ما اكمل حتى تشريح في الجهاز عجبني. القوة بتاع الهواء انا يعني ايه استغرب لها شوية، القوة جديدة مش قوة مروحة عادية دي، قوه الشفط حتى الخلفيه لا يعني، حتى الصوت مش صوت مروحه عاديه يعني، مش مروحه هيتر او سشواره والكلام ده، لا ده في نظام جوه يعني اما نفك هنشوفه. طبعا هو بيتكون من جزئين، الجزء الخلفي اللي هو الميكانيكي والجزء الامامي طبعا اللي هو مجموعه الرش. طبعا الجزء الامامي ده يعتبر زي باقي مسدسات الرش العاديه اللي بتركب على كمبروسر يعني، ده نظام زي مسدس الرش العادي بالظبط الجزء الامامي. طبعا ده دراع التعشيق وفي الزناد بتاع الشغل. طبعا استخدامه بيحتاج ممارسة عشان برضو ايه تبقى عارف. طبعا بيبقى له نظام في الرش الشمسية اللي قدام ديت، يعني انت لو ضغطت على زرار التشغيل الهواء بيطلع، بس طبعا السائل ما بيطلعش، ده النظام العادي حتى في المسدسات العادية زي ما هنشوف كده. لو ضغطت زيادة الإبرة بترجع ورا تسمح بمرور السائل فيطلع مع الهواء، ده الطبيعي في مسدسات الرش كلها يعني، انت اول ضغط على الزنات بتطلع هواء بس، بتحضر المسدس زي ما تقول، الضغطة التانية بتسحب الإبرة لورا بتفتح المجال للسائل انه يطلع. طبعا المقاس اللي راكب مظبوط على البطارية 2 امبير زي ما احنا شايفين، جهاز واقف وساند نفسه، هو متصمم على كده عشان لو عندك سيستم تاني وحطيت بطارية 4 تبقى عامل حسابك العبوة دي وهي مليانة سائل هتبقى تقيلة، ممكن الجهاز يقع منك لو انت حاطه على رف او حاجة، ناخد بالنا من الحتة دي يعني، هو متظبط على البطارية 2 امبير. طبعا دي المجرى بتاع التعشيق، ناخد بالنا منها وانت بتركب، وده زر التعشيق. طبعا خامات طبعا كلها بلاستيك، بس بلاستيك مقوى والفينش بتاعه محترم قوي، ودي بكرة ضغط الهواء تظبط منها قوة الهواء اللي طالع، ودي الشمسية طبعا بتدي 3 مستويات. بإذن الله هنعمل له فيديو رش رسمي لأن أنا غاوي رش برضه.
قطعة كاوتش في الليني ديت عشان تمنع طبعا التسريب. المبسم ده طبعا ما فيهوش فلتر، فانت لازم البوهة اللي هتحطها تكون مصفيها، دي معلومة تاخد بالك منها. طبعا الميول اللي في المبسم ده هقول لكم فايدته ايه. طبعا لو بترش بشكل افق لتحت بتميله لقدام عشان السائل في الكوز طبعا هيبقى لقدام، دي معلومة تاخد بالك منها. لو هترش سقف تقلبه لورا، ان لو رشيت سقف بالشكل ده هيبخبخ معاك ومش هرش، هتقول الجهاز بايظ وهو مش بايظ، بيبقى سوء استخدام. هترش افقي مش هيفرق معاك بقى اتجاه المبسم ده ازاي، اي اتجاه هيسحب معاك بوهيه لان البوهيه هتبقى افقيه، دي معلومات تاخد بالك منها في الاستخدام، ان الكتالوج مش هيشرح لك الحته دي الحاجات بالممارسه. طبعا الخامات محترمه بدايه كده، قصة تشطيبه عالي طبعا 700 ملي متدرج، يعني مع المال والطاقه بقى 800، يعني معاك تقريبا كوز 1 كيلو، ودي طبعا كميه بوهيه محترمه، يعني ترش معاك كميه كبيره، طبعا تقدر تزود في اي وقت. ده بالنسبه للمجموعه الاماميه، بدايه مبشره الصراحه. يعني نيجي بقى على الايه، الجثه الخلفيه ديت، ونشوف المجموعه الخلفيه ونشوف نظام ضخ الهواء ده نظامه ايه، عشان ده اهم حاجه عندي. نشوف المكونات الداخليه، نشوف قطع الغيار، نشوف طريقه الصيانه قدام، دي الحاجات اللي بتفرق معايا واللي بتخليني قايم الجهاز الصراحه. يعني الجهاز العمر الافتراضي بتاعه ده اللي بيخليني اقول المنتج ده كويس او المنتج ده استهلاكي، هيبقى مره واحده وارمي. فنفك مع بعض كده ونشوف. طبعا دي حته سفنجه ورا عشان ما تدخلش اتربه للمحرك، وطبعا بصراحه انا اتفاجئت مفاجاه بصراحه. يعني مبدئيا الخامه بتتكلم عن نفسها، والله ما شكرانيه، الخامه التقفيل الفينش بتاعها عالي قوي، يعني الحروف بتاعتها ما فيهاش غلطه، خامه قويه جدا، الربر ملزوق بشكل محكم، لا الفينش عالي بصراحه، يعني من مش ما كنتش متوقع كده من الشركه بتاعت فيت انها تعمل المنتج بالجوده دي، لا جامد. نظام ضخ الهواء برضو استثنائي، ده مش نظام مروحة عادية يعني زي الهيتر او الحاجات العادية. مفتاح التشغيل طبعا غير البريس بتاع التريجر بتاع المعدات العادية اللي هي السرعات، ده مفتاح ستارت اوت بيشتغل هو للخارج، وطبعا ضغطة واحدة، وبرضو متوفر المفاتيح دي موجودة، يعني بفضل الله موجودة عندي وموجودة عند بتوع قطع الغيار الالكترونيات زي ما احنا شايفين. اخوه يعني معايا المفتاح ده 3 حركات كمان، المفتاح اللي راكب حركتين بس، فطبعا يركب يعني عادي، حتى شكله راكب اشيك من التاني كمان بتاعه، فالمفتاح ما فيش منه مشاكل موجود، وهو برضو اعطاله تبقى خفيفة مش زي التريجر بتاع المعدات السرعات، انه هو اونو اوف بس ما فيهوش سرعات. كارتة لاحظت انها راكب فيها موسفتين، يعني كده الحماية بتاع الاوفر رود في الجهاز، يبقى كده في الغالب البطاريات ما فيهاش حماية اوفرلود، فدي برضو حاجة تاخد بالك منها لو هتستخدم المعدة كشير لمعدة تانية او لمنتج تاني. طبعا الجسم ده بقى اللي عجبني بصراحة، ده شغل زي المكنسة كهربائية بالظبط، غلاف مروحة ألمونيا. طبعا نظام الهواء ده يعني ده اللي مستخدم في المكانس، ده بيديك دوامة للهواء عشان كده ضغط الهواء شديد. كنت مستغرب من الهواء والصوت، مش الصوت مروحة طبيعية، لا ده فيه ميكانيزم ورا، ميكانيزم دوامة زي ما هشرح لكم، ده بيضغط الهواء من الفتحات بتطلع بشكل دائري زي ما احنا شايفين كده، الفتحات دي وليها مجرى بشكل دائري زي ما احنا شايفين، ده بيخلي الهواء يطلع زي الاعصار بالظبط باختصار، يعني بيتجمع في المقدمة بتاع القمع ده، بيطلع مركز قوي ووصل لمسافة كبيرة، فده يدينا ضغط ثابت اولا وثانيا مركز، فدي خاصية كويسة، وبصراحة يعني لا الفكرة جميلة. الموتور طبعا انا شايفه حاسه انه صغير عن ال 550 العادي بتاع المعدات، بس هنشوف برضه. طبعا تشطيب اللحام وحاطين له ريكام، ودي حته جديده برضو زي ما انا بشتغل،
دي بتبان ان الشغل يعني ايه الناس مهتمية بالفينش يعني حتة رقم عازل والكلام ده. طبعا الموتور 20 فولت بس المقاس 500 وايه ممسوح شوية بس ده يعني اعتقد اقل من 550 اصغر من الموتور العادي بتاع المعدات العادية. فانا برضو مش عارف السيستم كله بنفس الموتور ده ولا هو الموتور ده للمعدة دي بس انا مش عارف. ان شاء الله لما تجيلي معدات تانية من السيستم ده هشوف. انما الموتور المتعارف اللي هو شغال في كل اغلب الاجهزة اللي هو 550 اللي معانا. وبرضو الزمني هشوف مقاس العمود ده اللي يحكمني لان العمود اللي بيركب عليه الترس وهيركب عليه المروحة هيركب عليه كل حاجة. فده اهم حاجة في الموتور. طبعا العمود القديم بيبقى 3 ملي. فهنشوف ده برضو لقيته 3 ملي برضو. دي حاجة يعني ايه كويسة بحيث ان حجم العمود بتاع المبينة هيركب معايا في اي حاجة سواء ترس او المروحة دي. طبعا المقاس القطر لقيته واحد انما الطول لقيته اصغر. يعني طول الموتور اللي مع المعدة اصغر من 550 اصغر من باقي المواتير. مش هيفرق معانا قوي برضو بس هي حتة فنية ما عجبتنيش في الجهاز ده طريقة تركيب المروحة. هتبقى فيها مشكلة لينا احنا واحنا بنغير الموتور بعد كده. انها مش راكبة بسموها هي راكبة كبسة عادية زي الترس اللي بيركب على الموتور العادي بس دي عشان نفكها هتحتاج شوية شغل. بس عادي هنتصرف برضو بإذن الله يعني. المهم ان الموتور ال 550 يركب عليه. على برضو ما نشوف بقية السيستم نفس الموتور ده ولا موتور 550 برضو. طبعا في المجمل الميكانيزم ده عجبني يعني حاجة محترمة. لان انا فكيت مسدسات قبل كده بيبقى نظام بساتم طبعا بيبقى صوتها اعلى والسائل بيعدي على البستم نفسه. انما نظام ضخ الهواء ده جميل عجبني بصراحة. فدي كده يعني ايه بداية مبشرة للسيستم ده يعني انا متفائل صراحة يعني. وكتجربة برضو نشوف قوة الضغط بتاع الهواء ديت وقوة الشفط اللي بقول لكم ده عامل زي مكنسة البيت بالظبط زي المكنسة الكهربية. انت معاك القطعة دي اكنها معاك مكنسة هتشوفوا دلوقتي انا هجربها برضو اشيل بها اي حاجة. والهواء امتداده بيوصل لمسافة يعني معدي المتر ده غير التركيز لما يركب على المجموعة اللي قدام. لا حاجة محترمة. هنشوف كده انا عايز ادور على اي حاجة اشفطها بيها كده نشوف. مش لاقي حاجة. الكوز ده مش مسطح بس برضه هيقضي الغرض زي ما احنا شايفين كده. قالوا يعني قوة شفط شديدة يعني قوة شفط محترمة زي ما قلتلكم. نظام الميكانيزم بتاع الدوامة ده يعني حاجة متطورة انه يستخدموه في مسدس رش زي ما شايفين شايل نفسه يعني هو الجهاز شايل نفسه بالشفط بتاعه. طبعا زي ما قلت الاوفر رود مش كده راكب في الجهاز كارف في الجهاز. فبرضو هفتح البطارية لان ما فتحتش بطاريات من دي قبل كده. نشوف برضو التركيبة الداخلية ونشوف نوعية الصوابع المستخدمة لان دي مهمة جدا. طبعا دي معدة بطارية فاشوف الصوابع. طبعا الصوابع القديمة بتاع الشركة ما كانتش برضو عجباني يعني ما كانتش احسن حاجة كان بيجي لنا منها مشاكل كتير. طبعا زي ما توقعت مفيش حماية اوفر رود في الكارتة بتاع البطارية زي منتجات توتر كده تقريبا. نوعية الصوابع كانت مفاجأة ليا الصراحة يعني صوابع انر هي 2000 ملي على فكرة نفس المستخدمة في اي بي تي للمعلومة يعني. الصوابع دي كويسة مش وحشة والفينش محترم يعني انا بصراحة متفاجئ من الجهاز اللي معايا. انا لسه دي اول معدة امسكها من السيستم الجديد حاجة محترمة لا غير الشغل القديم خالص يعني كده. الشركة لو هتمشي على النمط ده ولو باقي السيستم بالنظام ده بصراحة يبقى حاجة كويسة بتقدم كبير للشركة الصراحة. مش هيبقى لنا حجة طول الوقت ولا نعرف نتكلم عليكم نص كلمة بعد كده. حتى نظام الانارة التايم لايت ده والمفتاح البريس طبعا معدن
زي ما احنا شايفين. لا بصراحة يعني مهتمين بالتفاصيل بشكل كويس. دي لوحة البيان طبعا، فدي حاجة يعني البطارية محترمة الصراحة. طبعا في سيستم ده انا شايف منه نزل 4 امبير كمان. في حاجة غريبة حصلت معايا دلوقتي، اكتشفت ان انا معايا حرامي في المكتب، يعني في مسمار ناقص طبعا زي ما انتم متابعين، ما حدش عارف راح فين. قلبت الدنيا زي ما هنشوف مع بعض، واضطريت استخدم خاصية الفار عشان اعرف مين اللص اللي خد المسمار ده، ان انا قلبت الدنيا حرفيا وما وصلتش. طبعا لجأت لخاصية الفار عشان اشوف مين اللي خد المسمار. طبعا دول 4 مسامير معايا همت زي ما احنا شايفين بالتصوير البطيء. هنلاحظ مع بعض، انا شلت المفتاح وشلت اللقمة بتاعة توتال خدت مسمار معاها، ارجع تاني اهو. طبعا سحبت مسمار المغناطيس وقلبت الدنيا عليه بصراحة، يجي 5 زي ادور ايه دي كده توتال، انا مش عارف يعني حركة ملاش لازمة. شكريه نكمل تقفيل مع بعض. طبعا التكنولوجيا جميلة، انا كان زماني خلاص انا هنسى المسمار ده هشوف غيره. عدل طبعا معانا الشاحن، طبعا البطارية دي المفروض انها 20، فالشاحن مش هيبقى زي النظام القديم، الشاحن 21.9، يعني قول 22. طبعا الشواحن القديمة بتاعت فيت حتى بتبقى الخارج بتاعها 23-24، فيفضل تستخدم نفس الشاحن بتاع الايه السيستم. ولو استخدمت الشاحن ده مع المعدات القديمة مش هيشحنها بشكل كافي، عشان تبقى برضو فاهم. طبعا قفلت الجهاز تاني، تاخد بالك من السنترة بتاعت المعدة عشان تبقى عارف ان انت مقفل صح. كده التقفيل محكم معاك، يبقى انت كده كل شغلك تمام زي ما احنا شايفين. بصراحة الجودة عجباني، يعني مش قادر اوصف لكم، اللي هيمسك المعدة هيعرف التقفيل والفينش بتاع المعدة جميل. طبعا ده الجوانات الامامية، طبعا جوان من اللي هو الخامة البيضة دي محترم قوي. في جوانين طبعا، الجوان ده لمنع تسريب الهواء زي ما نلاحظ كده، ده لو مش راكب هيسرب هواء كتير على الفاضي، هيفرغ هواء على الفاضي. في طبعا جوان قدام ده للسوائل، طبعا تاخد بالك الجوان ده لو اتقطع ولا حاجة تغيره تركب غيره، ده مهم جدا عشان ما يسربش معاك هواء على الفاضي، هيقلل الضغط معاك. طبعا طبعا المجموعة الامامية طبعا الشمسية دي تاخدوا بالكوا تتنضف بشكل دوري بعد الشغل على طول لازم، ده الجوان اللي قلت لكم عليه. اهم حاجة يا جماعة نظافة المجموعة دي، لان دي ممكن تبوظ لك الدنيا لو سبت فيها سائل، خصوصا لو سوائل زيتية كل سنة وانت طيب هتبهدل لك الدنيا. طبعا الخامة نحاس تبقاش مغناطيس، ومختوم عليها المقاس 1.8 مقاس الفونيا. الخامة الامامية برضو نحاس، يبقى انت معاك المنتج كله بلاستيك مقوى في نحاس، فمفيش مجال ان حاجة تصدي معاك. طبعا دي الجوان الامامي برضو من اللي هو الخامة البيضة، خامة كويسة. فبصراحة الفينش عجبني، الوردة التثبيت دي جامدة والسمكة بتاعتها كويسة، دي مهمة طبعا عشان ما تتكسرش معانا. حتى الفينش بتاعها محترم، لا بصراحة مهتمين بالفينش بشكل كبير. اللي يمسك المعدة دي في ايده يعني مقارنة بصراحة بالمعدات القديمة لا وضع تاني. سيستم كده يعني انا متفائل في خير، وان شاء الله على ما اشوف باقي المنتجات اللي في السيستم ربنا ييسر باذن الله. ان شاء الله قريب هعمل له فيديو عملي بطريقة الرش للهواء عشان اللي عايز يتعلم، ونشوف لو في عيوب مثلا في الاستخدام هنذكرها برضو. اتمنى شركة فيت تستمر بصراحة في هذا النمط، لان الجودة بصراحة عجباني جدا، واتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالفيديو. شكرا شركة فيت.